خلينا ننتقل لموضوع آخر وكذلك يتعلق في الحرب. يستمر الحراك الاجتماعي والجماهيري حتى بأيام الحرب، ولكن على ما يبدو تقلص ببعض المجالات. ففي مجد الكروم التي عمليا ذاقت الأمرين جراء هذه الحرب وسجلت ضحايا جراء سقوط الصواريخ، لكن يأبى أهل مجد الكروم الاستسلام، فتراهم يواصلون نشاطهم من أجل استمرارية. فللحديث أكثر عن مجد الكروم وعن النشاط الدائر بها ينضم إلينا الناشط الجماهيري والاجتماعي أنور مناع. أهلا ومرحبا بك أخ أنور. السلام عليكم. عليكم السلام أخ أنور. بداية قبل أن ننطلق بالحديث عن كل النشاط وكونك ناشط بارز في عدد من المجالات، دوت صفارات الإنذار في مجد الكروم خلال اليوم، ما هو الوضع في مجد الكروم؟ عمليا هذه الصفارة كانت قد كسرت هدوءا كان قدام عدد بسيط من الأيام، صحيح؟ مضبوط. احنا عندنا في مجد الكروم بال 2006 كمان احنا خسرنا من بلدنا، من كيلو من ابناء بلدنا اخرى شباب اثنين. وعلى مر الزمن هذا كان مجد الكروم لازم كانت تتحرك حالها، بس انت بتعرفوا البيروقراطيه اللي موجوده في دوله اسرائيل صعب جدا للوسط العربي، وانت بنعيش نفس الظروف اللي عشناها بال 2006. يعني هذا هو يعني هذه الأوضاع عايشتموها قبل ذلك، يعني عمليا أجواء الحرب أخ أنور. طبعا احنا بمجد الكروم بال 2006 تقريبا كان عندنا 46 بيت اللي تضرروا، كان عندنا شهداء اثنين، وكان عندنا تقريبا اخرى 146 جريح هاي بال 2006. وبعديه كان عندنا حتى كمان جرحى، يعني كيف بيقولوها جرحى اصابات صعبه. واليوم نفس الشيء، احنا موجودين بهذا الجو بهذا الوضع. في وعي عندنا في البلد، في وعي، بس بنفس الوقت كمان في ناس بعدها مستهتر في الوضع. وبتامل انه اهل مجد الكروم تفهم انه الاشي مش لعبه، احنا بحرب، واحنا بكبولوها بلبة الحرب. اخ انور، اريد يعني اتحدث معك كيف هي الاجواء اليوم العامه بقريه مجد الكروم، واقصد هنا الحركه التجاريه والحركه العامه، كيف الوضع؟ احكي لنا عنه. الوضع مش كيف كان في الاول. طبعا احنا قبل ما نزلت التوريد عندنا على مجد الكروم وخسرنا شباب اثنين بريعان شبابين قبل تقريبا اسبوعين، كان شوي بعد الناس مش فاهمه شو الوضع اللي احنا موجودين فيه وشو يقولها الصعوبه اللي احنا بنعاني منها. ما في عندنا كانت مشكله ملاجئ، مشكله هاي المجنيات اللي بحطوها بالمحلات العامه. مجد الكروم من ناحيه بكود عرف بيطلع لها 48 مجنيه موزعه في كل القريه على عدد سكان بلدنا. طبعا هذا كمان مش كافي بنفس الوقت، بس الاشي مؤسف انه احنا وسط عربي زي اللي عايش عند خالته ومرت ابوه وخالته لئيمه، كيف بيقولوها اول شغله هن بعدين احنا بتعاملوا معنا كذروع بشريه مش اكثر ولا اقل. فتره من الفترات حطوا القبه الحديديه على قبال بلدنا عشان يحموا شورشيم ويحموا كرمائيل، واحنا من هذا من القبه الحديديه تصوبنا كثير في مجد الكروم. يعني كان في عنا اصابات مباشره من القبه الحديديه مش من الصواريخ اللي بتيجي من الشمال. عمليا كذلك يعني قبل قليل كنا قد اشرنا اخ انور على ان هنالك شاب مصاب في طمره جراء سقوط شظايا صاروخيه كذلك. اخ انور، يعني هل تشعرون بالامان ام هنالك خوف من القادم، خاصه وان المجتمع العربي ليس به رف امنه بشكل كبير ومجد الكروم يعني كذلك؟ احنا حال مجد الكروم طبعا كحال المجتمع العربي ككل على الاطلاق، لانه كمان عندنا في البعنه قبل تقريبا ساعتين كمان عندنا كان اصابات غاد في البعنه ونزل اصابه مباشره في شو اسمه. انا بناشد من هاي المنبر تبعكم ان شاء الله رب العالمين، بناشد المجتمع العربي ككل يقضي حيطه والحذر. اذا احنا ما نديرش بالنا على بعضنا فيش مين يدير باله علينا. واحنا عندنا في مجد الكروم بال 2014 عملنا كيف بيقولوها فريق انقاذ للبلد، لانه اذا صار شيء في اي قريه عربيه في قلب البلد
مش رايك يجي ابن كرمائيل ولا يجي ابن حيفا ولا الكريوت يجي ينقذنا؟ عشان هيك كانت عندنا مبادرة من الشباب انه احنا نعمل فريق انقاذ لمجد الكروم، وكان الفريق الانقاذ عن طريق بكود عرف، وكان الاتصال معي هنا بهذيك الفترة، والحمد لله رب العالمين كان في استشابة من الشباب، واليوم الشباب عندنا في البلد بيشتغلوا، ان كانوا في تنظيم السير، ان كانوا في اذا صار مثلا حدث زي الحدث اللي كان قبل جمعتين، هن اللي بتلاقيهن اول ناس بنقضوا. وبنفس المناسبه انا بناشد الناس اللي ما لهاش علاقه، فيش حاجه لهذا التجمهر، لانه احنا بهاي الظروف بصير الخوف خوفين، من خاف من انه كين كمان مره يسقط صواريخ واحنا عمالين ننقذ، ومن ناحية ثانيه بعرف له العمل تبعنا، يعني مش اكثر ولا اقل، يعني هذا التصوير وقت الاصابات وكلياته، هذا الركض وبدين يشوفوا الاشي صار طبيعي، ما فيش حاجه للناس كلياتها شايفه شوف عينيها، ما فيش حاجه يقعد يصوروا ويقعدوا يتجمهروا، لانه بيقولوها خلونا نعيش الحدث نفسه، قديش بدل ما يهونوا علينا بيصعبوا الامور علينا اكثر واكثر. ملاحظة جدا مهمة أخ أنور. أخ أنور، ما الذي يقوله الناس عمليا؟ ماذا تسمع منهم حول الصفارات والانفجارات؟ هل الحديث اليوم فقط في مجد الكروم عن الحرب؟ هل أصبحت الحرب هاجزا أو كابوسا للناس؟ الحديث عن أكثر شيء عندنا على الحرب، مثلا إحنا يعني كان عندنا يوم مثلا وقت اللي كان عندنا خدمة لامرأة توفت قبل 3 أيام، وتوفى عنا كمان عمي واحد من عمامي توفى اليوم، كان وقت الجنازة يعني صفرات الانذار دوت عنا في مجد الكروم قبل الجنازة تقريبا بعشر دقائق، وفي خوف وفي هلع، وعنشان هيك انا برأيي انه يكون حتى اي مناسبة عن هالشكل، ان شاء الله ما الناس ما بتشوف مكروه، اما اي مناسب عن الشكل قديش بكون الاشي ينعمل بامان وبقال ناس وبقال تجمهر بكون افضل، لانه لو سمح الله اذا صار اي اشي وبنكون كلياتنا احنا متجمهرين بهاي الحدث، لانه الصاروخ فيش له عينين واحنا بنعرف شو بده ينزل، عشان هيك قديش بالاشي بكون خفيف، وقديش احنا بحاله حرب، يعني بتوقع ان حتى من ناحيه الدين بحاله الحرب لازم الاشي يكبلوها الحدث يذيء أكثر وأكثر من ناحية المناسبة، ومن ناحية يعني أخذان بالخاطر، بدل ما يكون 3 أيام مثلا نقعد بالجامع والناس تنشبر تيجي تغبط، يكون الختمة بعدين ما نختم وكل واحد يلزم البيت، لأنه الإشي عمل سوء أكثر وأكثر. بعرفش كي هذا أمر للشيوخ وشيوخ ورجال الدين، أما أنا هاي نظرتي وأنا هذا رأيي في الموضوع، لانه اليوم لما ما عدناش نعرف وين نروح، يعني ناس كانت رايحه تاخذ بالخاطر، كمان اجر ثاني، ناس رايحه تاخذ بالخاطر، والناس يقولوها فيش وين تنهدم، يعني كانت تركض بالشوارع مش عارف وين تروح. وفي كمان ملاحظه اللي انا شايفها انه لازم تتساوى الوسط العربي ككل، يعني مثل طمرة، مثل البعني، مثل دير الأسد اللي عمال ينزل فيها صواريخ كثير بشكل مباشر. أنا بطلب وبناشد من أهل البلد نفسها، بيوت الدرج اللي على الشوارع، المحلات اللي آمنة على الشوارع، الناس تظل فاتحة بيوت الدرج، تظل فاتحة المحلات الآمنة، اللي إذا واحد صار أي إشي بالشارع اللي يلاقي محل يتخبى فيه وينهزم منه. طبعا اذا بينزل الصاروخ مباشر فيش حدا بينجا، اما على القليله اذا صار اشي فوقيك وتنزل عليك شظايا اللي تقدر تلاقي محل تتقوى فيه. موضوع جدا مهم وملاحظه كذلك بمكانها. اخ انور، دعنا نذهب الى موضوع اخر. لقد كان لك حضورا كبيرا بالمظاهرة الكبيرة التي شهدتها مجد الكروم منذ اعوام، والتي تصدت للعنف، واستمر حضورك بالتصدي لهذه الظاهرة. كيف ترى تأزم ظاهرة العنف بالبلدات العربية في بلادنا عمليا؟ أنا كثير مستاء من الوضع اللي احنا موجودين فيه. أنا كان عندي نظرة مش من اليوم،
أنا كانت عندي نظرتي من 2007 وال2008 لما بلشت تتفاقم الأمور في الوسط العربي. أنا وقفت عندنا في مجد كروم، وقفت في عدة منابر، إن كانوا بالمساجد وإن كانوا في الشوارع العامة. نشدت أهل بلدي أنا إنه إذا من مر كل حدث في مجد كروم، مر القرام، رايحين إحنا نشوف القتلى في الشوارع، حرقان السيارات والعنف الموجود في الشوارع. للأسف يعني بعرفش إيش الوضع، الناس ما حدا استجاب تقريبا، غير إنه يعني البعض اللي كنا نقدر نساوي. وهاي الوضع وصلنا لحد هون. حتى أنا في أصحابي كثير من الطيرة ومن الطيبة، وجربت أنا وياهن كمان نعمل لجان في كل قرية وقرية، وتكون اللجنة قطرية على نطاق المجتمع العربي ككل، اللي كل بلد نقدر نختار الشباب اللي نقدر نحافظ على المجتمع العربي ككل. لأنه إذا كيف بيقولوها، إذا مرض عضو من الجسد، الجسد كله بيكون مريض. عشان هيك إذا قرية أو مدينة عربية بيكون فيها العنف، لازم الوسط العربي ككل يسمع يحل المشكلة في أي بلد من البلد، لأنه إيد واحدة بتزقفش. وأنا برأيي أنه لازم يوصل الوقت المناسب أنه يتشكل لجنة بكل معنى الكلمة، لجنة الهدف الوحيد منها أنه ردع العنف، والمسؤول عن ردع العنف كإيد واحدة، كمجتمع واحد، كجسد واحد. بالمرة بضبطش، نعالج المشكلة موضعي ونلاقي لجنة صلح هون ولجنة صلح. بارك الله فيهم طبعا، كلياتهم كل واحد يسعى للخير، بس لازم نغير هذا الأسلوب، هذا أسلوب المظاهرات مش عمال يجيب نتيجة. لازم نغير كل هاي الطريقة تبعتنا، لازم ندور على حلول اللي هي حلول عملية، مش بس كلام ومش بس خلص الحدث هنا وانتهى الموضوع. لا، لازم إحنا كمجتمع، كقيادة عربية، كمجتمع كناس كيف بيقولوها، هاي الناس البسيطة اللي بدها تعيش، والأول والآخر كلياتنا نكون إيد واحدة، نوقف وقفة رجل واحد عشان نمنع. لأنه ما فيش مين، إذا إحنا ما نعالجش حالنا ما فيش مين يعالجنا. إن مبسوطين على الوضع اللي إحنا موجودين فيه، إن مبسوطين إنه إحنا بنقتل بعضنا ومتين بعضنا في كليات. وهذا عشان هيك أنا بقول إذا بترش لجنة بكل معنى الكلمة لكل الوسط العربي، إنه ابن مجد كروم بيقدر يمون في عار وفي عرعرة، وابن الطير والطيب بيقدر يجي على مجد كروم ويحل مشكلة في مجد كروم. إذا إحنا منصرش لهاي النتيجة، لأن إحنا كلاتنا جسد واحد، إذا إحنا منصرش لهاي النتيجة مش رايحين نقدر نطلع من الوضع اللي إحنا موجودين فيه، مش رايحين نقدر نطلع. وهاي إنه بقول لك كل واحد يربي اللي عنده، ما يربيش اللي عنده. لا، في سياسة أكبر منا، سياسي اللي هي مخططولها كيف لازم، خططولها صح عشان يدبروا المجتمع اللي احنا موجودين فيه. الحمد لله رب العالمين، مجتمعنا خير، مجتمعنا كثير منيح، مجتمعنا فيه ناس متعلمة، ناس عندها رؤية للمستقبل، بس فيش عند المجال. ليش؟ لأنه وقفوه عند حدين. أخ أنور، قبل أن نختتم هذا اللقاء نريد أن نسمع رسالة منك، تفضل. رسالتي أنا للمجتمع العربي، إحنا بوضع حرب. أنا بتأمل من الناس، من الشعب، من كل المجتمع العربي، إحنا إذا مندرش بالنا على بعضنا فيش مين يدير بال علينا. إحنا زي الأيتام بكل معنى الكلمة، إحنا شعب يتيم. إحنا إذا منعتمدش على بعضنا وبكونش عنا كيف بيقولوها كوادر اللي عن جد قلبها المجتمع تبعها ككل، مش رايح إحنا نطلع من الوضع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بتأمل من عند ربنا إنه عن جد يكون كل واحد منا، من الطفل للزلمة لكبارنا، يكون عندنا مسؤولية بكل معنى الكلمة. نسمع بعضنا، نفهم بعضنا، نحافظ على بعضنا. إذا إحنا منصرش لهاي النتيجة، إحنا منضلنا بالوضع اللي إحنا فيه، كل يوم نفكي دم على شبابنا اللي عمال تروح هيك ببلاش. عشان هيك أنا بتمنى من عند رب العباد إنه عن جد نكون جسد واحد. رسالتي للمجتمع العربي ككل، نكون كلياتنا ايد واحدة. اذا ما نكونش ايد واحدة ومتحدين، وهذا الجدال اللي بين بعضنا على قصة السياسة هذا جدال عقيم، خلينا نكون ايد واحدة عشان نطلع منيح، عشان نحافظ على اولادنا، عشان نحافظ على مستقبل اولادنا.
بالمرة إذا بنكونش بهاي بالوحدة اللي إحنا لازم نكون في موجودين فيها، إحنا ما بنضلنا بالوضع اللي إحنا موجودين فيه اليوم. وبالنسبة للحرب، أنا بناشد عن جد الجميع وبناشد عن جد القرى العربية كلياتها تفتح أبوابها، تفتح المكلتيم اللي موجودة. أي إنسان بيقدر يتبرع في البلد اللي هو موجود فيها، يتبرع لملاجئ والأول والآخر، يتفضل ينعمل لجان، نثبت على حالنا، ما نضلناش نقول بيطلع لنا وبيطلع لناش والأول والآخر، عشان إحنا نحافظ على أولادنا مش أكثر ولا أقل. وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير وتزول هذه الغيمة. الناشط الاجتماعي والجماهيري أنور مناع، شكرا لك، كنت معنا من مجد الكروم، شكرا. أهلين فيك، بالعافية. شكرا مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الموجة المفتوحة، قناة هلا موقع بانيت، يعني بعتوكم برنامج جدا مميز، مبسوطين مع هلا من بعد هنا مع الإعلامي بسيم داموني، كونوا معه في قناة هلا، مبسوطين مع هلا، إلى اللقاء.